اهلا بكم حلقه جديده من هاني موريان في بلاد الامريكان. يا رب كلكم تكونوا بخير وفي الف صحه وفي الف عافيه. طبعا كلنا عارفين اللي بيحصل اليومين دول في اسعار الغاز، وانه وصل لاعلى معدل ليه في حدود الدولار الدولار ال 135 دولار للبرميل. الافريج برايس او الافريج اللي هو المتوسط سعر البنزين في امريكا كلها في حدود ال 4 دولار و23 سنت. ده المتوسط، بمعنى ان في بعض الولايات ممكن تبقى تحت ال 4 دولار، وفي بعض الولايات هتبقى في فوق ال 7 دولار زي كاليفورنيا مثلا. فبياخدوا المتوسط بتاعهم يعني بيحددوه في حدود ال 4 دولار و23 سنت. انا النهارده جاي بحلقه من حلقات التوفير، او ازاي بخطوات معينه ان احنا نوفر في البنزين بتاع العربيه. طبعا الحلقه اللي قبل اللي فاتت احنا دلوقتي خلنا يعني هنعمل سلسله حلقات التوفير. احنا الحلقه تقريبا اللي فاتت دي كانت حلقه ازاي توفر في فاتوره الغاز بتاع البيت، وان شاء الله هحط لكم الحلقه من فوق اللي ما تبعهاش تابعها. هنسلك الخط ده بحيث ان احنا نحاول ننظم حياتنا هنا في امريكا. مش عايز اقول ان الحاجات دي ممكن في بعض الناس تاخدها باستهانة يعني، لكن صدقوني كل ما تسيف فلوس سواء في البنزين بتاع العربية، سواء في الغاز بتاع البيت، سواء في المية بتاعت البيت، سواء في الكهرباء بتاعت البيت، والحالات دي ان شاء الله جاية هتوفر كتير وهتعمل فرق كبير في الفلوس. النهاردة طبعا ومع ازدياد سعر البنزين والحاجات اللي بنشوفها مخيفة، هنحاول بقدر امكاننا ندي شويه معلومات. يا رب المعلومات دي تفيد ناس كتيره، ويا رب تشوفوا الفرق في توفير البنزين. تعالوا نبدا، هنحاول بقدر امكاننا نختصر، بس هو انا في حدود مثلا بتاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 تقريبا. طيب اول حاجه هنبدا بيها حاجه روتينيه اللي هو ايه؟ المتنس بتاع العربيه. المتنس بتاع العربيه او اللي هو انك تعتني بالعربيه. اهم حاجه في الموضوع ده موضوع التايرز او اللي بنسموها احنا في مصر الكاوتش بتاع العربيه. انا عارف ان بعض البلاد العربيه بيسموها الدواليب، اللي هو التايرز. التايرز بتاع العربية حاول بقدر امكانك تبقى انفليتد او منفوخ للدرجة اللي هو كل عربية طبعا ليها ماكسيمم او ليها حد اعلى للهواء. الحد الاعلى في اللي هتعرفه منين؟ انت لو فتحت باب العربية هتلاقي ستيكر اصفر كده موجود على باب العربية. اغلب العربيات الجديدة موجود عليها ستيكر اصفر كده مكتوب عليها الانفليشن او الحد الاعلى للهواء المفروض اللي يبقى موجود جوه التايرز دي. بتختلف على من نوع العربيه، بتختلف من عربيه لعربيه، ممكن تبقى في حدود 32 33 34 35 وما شابه ذلك يعني. فانت بتشوف وبتروح عند اي بنزينه، ممكن انت كمان ممكن تشتري الميجور ده، ممكن تلاقيه على امازون، ممكن تلاقيه على اي حته. ده الميجور ده هو بيساعدك تعرف كميه الهواء اللي جوه التايرز، بحيث انها ما تبقاش اوفر انفليتد او يعني او اقل من الانفليشن يعني المفروض انها تبقى عليه. ده هيساعد لو التايرز، لو العجل الكاوتش نازل عن المعدل المفروض يبقى عليه، ده بيعمل مقاومه للعربيه فبيستهلك بنزين اكتر. فبالتالي لما تبقى في المعدل الطبيعي بتاعها او المعدل المطلوب منه ان شاء الله هيوفر لك في البنزين. دي اول حاجه المتنس. وطبعا المتنس الثانيه زي تغيير الزيت في المعاد والحاجات دي كلها، لان الحاجات دي ما دام العربيه في جود كونديشن مش هتستهلك بنزين اكتر، لان كل ما تبقى باد كونديشن كل ما يبقى في ريزيست اكتر، يعني المقاومه بتاعت اي حاجه في العربيه، وده بالتالي بيستهلك بنزين اكتر. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو عندك اي حاجة في العربية ملهاش لازمة شيلها حطها في البيت. حمولة، انت حمولة مثلا، عدد، اي حاجة ملهاش ليها اي لازمة في العربية حاول بقدر امكانك تخليها في الجراج عندك، تخليها في البيت، تخليها في اي مكان، لان كل ما تقلل
الويت بتاع العربية أو الوزن بتاع العربية كل ما تبقى توفر في البنزين. تالت حاجة موضوع إنك أنت تستنى لآخر لحظة عشان تمون العربية، ما تستناش إن التانك بتاع العربية يخلص، حاول بقدر إمكانك تمون العربية كل ما يبقى هاف تانك مثلا أو نص التانك أو حتى تلات أرباع التانك. ليه بقى؟ لان لما يبقى مثلا عندك العربيه او التانك بتاع العربيه خلاص على اخره، بتضطر بالتالي انك انت بتمون في اي بنزينه تلاقيها قدامك. طبعا اللي عايش هنا وعارف هنا وعايش في امريكا ان ممكن بنزينه جنب ما فيش مايل ما بينهم يبقى هنا فيها مثلا فرق في السعر في الجالون، مثلا في ساعات بتبقى 10 سنت للجالون، ساعات بتبقى اكتر كمان. ف يعني عشان تبقى انت في السيف سايد وانك انت يبقى عندك الاوبشن انك انت تبص على السعر اللي انت عايزه، ما تستناش لاخر لحظه ان البنزين ان التانك بتاعك يكون فاضي. رابع حاجه اللي هو دور على سعر البنزينه اللي فيها، او دور على البنزينه اللي فيها سعر اقل حاجه. يعني ازاي بنعرف الموضوع ده؟ في كذا حاجه. في ممكن تدخل بالتليفون بتاعك، على لو انت معاك سمارت فون، واغلبنا عايز اقول يعني 90% مننا عندنا معاهم سمارت فونز، بتدخل يا اما على حاجه اسمها جاز برايس واتش او حاجه اسمها جاز بادي. وفي حاجه كمان جاز بادي ده عامل ابلكيشن، ممكن تنزل الابلكيشن هيودي لك، بتحط الزيب كود بتاعك وبيدي لك البنزينه اللي حوالين المنطقه بتاعتك وبيقول لك ارخص واحده فيهم بالاسعار بتاعتها يعني. وفي حاجه التريبل اي برضو عامل ابلكيشن، حاول انا نزلت يعني نزلت الابلكيشن ويعني عملت كده فيديو صغير منه، هحاول احطه لكم جنبي هنا عشان تشوفوا اثناء ما انا بتكلم. يعني ده برضو بيقول لك الاسعار البنزينه الافيلابيلتي او سعر ارخص واحده حواليك. دي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تعملها عشان تشوب اراوند، يعني زي ما بيقولوا هتوفر في الجالون. مثلا لو في الجالون 10 سنت، ما انت هتوفر دولار دولار هنا دولار هنا دولار هنا، وكلنا عارفين ان الدولار بيفرق. ندخل على خامس حاجه. خامس حاجه لو عندك في العربيه بتاعتك شبكه اللي هي بتتحط فوق العربيه، او حتى الحامل بتاع العجل اللي بيتحط في الاس يو في او البانز اللي هو الحامل اللي بيشيل العجل، لو ما لهمش لازمه معاك في الوقت الراهن شيلهم. ليه بقى؟ لان كل ما تكون في حاجه في العربيه بيعمل حاجه اسمها ويند ريزيست، يعني بيعمل مقاومه للرياح. مقاومه الرياح دي بتخلي العربيه تسرع اكتر، يعني بتحاول ايه تسبند جاز اكتر او تاخد غاز اكتر علشان تخلي العربيه تقاوم الريح وتمشي في طريقها. الحاجات دي ممكن انت ما تحسش بيها، بس دي يعني دي اكشلي موجوده في العربيه. فلو ما لهمش لازمه عندك شيلهم، لان ده هيوفر لك برضو في البنزين بتاع العربيه. السادس حاجه يمكن ما بنستخدمهاش دلوقتي، نستخدمها في الصيف اكتر طبعا، الاي سي. الاي سي او الاير كونديشن. الاير كونديشن كل ما يكون اون كل ما بياخد من الـ يعني بياخد من البنزين بتاع العربيه كتير، يعني بياخد بنش من الـ من الـ من العربيه يعني من بنزين العربيه. كل ما يكون الاير كونديشن مفتوح، حتى في الصيف احنا دايما بيبقى عندنا هابت، حتى لو الجو حلو ما بنحبش نفتح التكييف الشباك وناخد الاي سي. الاي سي طبعا بياخد من الغاز كتير جدا، فبلاش لو احنا عندنا جو حلو ممكن ايه نفتح الشباك، مش لازم نفتح الاي سي، وده بيحاول بقدر امكانك انك توفر في البنزين بتاعك. هندخل على سابع حاجه. سابع حاجه لو في مطر، لو في مطر ما تحاولش انك انت تسوق في المطر لو اضطريت طبعا. وفي بعض الناس بتروح اشغالها طبعا لو في عز المطر، لكن لو ما فيش يعني انك انت مش لازم تنزل ولكن عايز تنزل واتس ايفر، حاول بقدر امكانك ما تنزلش في المطر. ليه؟ لان الميه اللي في الارض بتعمل برضو ريزيست، بتعمل مقاومه للعجل للكاوتش، فبتستهلك بنزين اكتر علشان تخلي العربيه تمشي. تعمل حاجه، رتب مشاويرك. رتب مشاويرك بمعنى ايه؟ يعني مثلا اعمل بلان ليها قبل ما تنزل. خد ورقه وقلم، اكتب اللي انت عايزه، لانك انت ممكن تنزل وتروح مثلا عايز تكون جايب عايز تجيب حاجه وتجيب الحاجه، بعد كده ترجع البيت، بعد كده تكون نسيت حاجه تانية جنبها او في
او مثلا انت عايز تعمل مشوار البوسطه النهارده ومشوار الوول مارت شويه كده، ما علينا يعني، حاول بقدر امكانك تحط كل مشاويرك في يعني ايه في طريق واحد، بحيث ان ده هيوفر لك في البنزين، لانك انت مش هتضطر ترجع البيت بعد كده تطلع تاني بعد كده، ده كله بيستهلك. خصوصا لما تعرف انك انت اول مثلا تقريبا 5 مايل من العربيه، العربيه ما بتسخنش بسرعه، يعني اول 5 مايل من العربيه دي بتبقى فيه ريزيست جامد، ان بتستهلك كميه اكبر من البنزين. تاسع حاجه يعني لو في اقرب بنزينه، لو في مثلا كاسكو جنبك في محطه بنزين، حاول تمول من كاسكو. كاسكو ده معروفة على اليو اس كلها ان كاسكو ارخص بنزينة ممكن تلاقيها حواليك، فلا دي من الحاجات اللي انا بنصح بيها، انك انت تدخل كاسكو تحاول بقدر امكانك، يعني حاول لو لقيت ان كاسكو، طبعا مش انت بس اللي هيبقى عندك نفس البلان، كل ناس كتيرة بتعرف نفس البلان ان كاسكو هيبقى ارخص حاجة، فبالتالي هتلاقي انك انت فيه طابور. بس يعني لو انت حابب انك انت تستنى في الطابور، حاول يعني تقفل الانجن بتاعك لغايه ما توصل للبنزينه، لان ده بيبقى هلك للبنزين، فبدل ما هتروح توفر في البنزينه بتاع الكاسكو هتروح تسبندت في الويتنج يعني. فعامة ده كان تاسع حاجة. عاشر حاجة والأخيرة، حاول تلتزم بالسبيد ليميت. ليتس سي مثلا إنك أنت في الهاي واي لو أنت قايل الهاي واي قايل 55، حاول تلتزم ال 55، لأن بتبقى في ويند جامد. إحنا قلنا مقاومة الويند، فلو أنت هتمشي على 70 هتستهلك بنزين أكتر. كل ما تلتزم بالسبيد ليميت على فكرة، كل ما هتسيف كتير في البنزين. أكيد في حاجات تانية كتير في التوفير. انا عملت لكم لسته ب10 حاجات، يا رب تستفيدوا من الحلقه. انا في كل الايديا بتاعتي والبلان بتاعت القناه ان احنا بنحاول بقدر امكاننا نوصل لكم ازاي نعيش حياه افضل في امريكا، ازاي مثلا نعمل شوبينج في اماكن معينه، ازاي نسيف مثلا في الفواتير بتاعتنا. حاجه خيره، كومنت اخير كده قبل ما اقفل الحلقه، في كان موضوع اللي كنت قايل لناس، يعني كنت اي حد كان بعت لي بيقول لي انت فين حلقه الفور وان كي، وفين حلقه انك انت هتتقابل مع حد في متخصص البيوت وكده. صدقوني الفتره اللي فاتت دي احنا مشغولين جدا، اولا ثانيا انا مش لاقي حد حرفيا، كل ما اقول لحد يجي يقعد معايا يقول لي حاضر بس انا ام بيزي، حاضر انا ام بيزي، فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اشوف حد يجي او اروح له حتى اتكلم معاه في حكايه الريل استيت. بالنسبه للفور وان كي، الفور وان كي متشعبه وكتيره قوي، فانا صدقوني بكتب الحلقات بتاعتها، انا هحاول اعمل حدود حلقتين او ثلاثه للفور وان كي، بس صدقوني جايه برضو، لان الفور وان كي من ضمن الحلقات بتاعت السيفنج، يعني انا حلقات السيفنج دي انا بدات فيها بحكايه في حلقه ازاي تسيف في فاتوره فواتير البيت، يعني كانت فاتوره النت وفاتوره الغاز، وانا هو في البنزين، وان شاء الله في الميه جايه والكهرباء وحاجات تانية باذن ربنا. فانا معلش استحملوني انا بطيء شويه في التحضير، لكن ان شاء الله هحاول بقدر امكاني ان انا اسرع شويه وانزل حلقات اكتر، وان شاء الله تعجبكم كل الحلقات اللي بنقدمها سواء انا او مريان في هاني ومريان في بلاد الامريكان. حاجه كمان اخيره معلش افتكرتها، انا اسف جدا، حلقه من الحلقات اللي اتكلمت عليها حرب على تداعيات حرب اوكرانيا على امريكا، كنت اتكلمت عن رئيس اوكرانيا وشبهته بالصحاف اللي هو وزير الاعلام العراقي. سامحوني انا ما كانش قصد التريقه على الرئيس ده، لان هو فعلا حرفيا هو كل اللي بيعمله ان هو بيثبت انه هو لسه موجود في البلد، عشان كده بيصور خارجي دلوقتي، طبعا حتى انت بتلاقيه كده بيصور داخلي بس بيوري لك الويندوز ان هو لسه قاعد في اوكرانيا، ما هربش ولا ما راحش لا هنا ولا هنا. فاحترامي لشخصه، انا ما قصدتش ان انا اتريق عليه، بس هي كان الشيء بالشيء يذكر، فعشان كده انا ايه كنت جبت الاكزامبل ده. ف ده كل اللي عندي. دمتم في صحة وسعادة وسلام وأمان، وربنا يرحمنا جميعا من كل الحروب ومن كل الغلاء،
ربنا يبعد الغمة دي عن الكل ويوقف آلة الحرب ويوقف كل من ما يفتكر، كل إنسان يفتكر إن هو أقوى وإن هو ممكن يدخل البشرية في مشاكل. ودمتم دايما في أمان وسلام. من هنا لكم سلام.